اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الفطر قلنا هنعمل بقى الافتكاسات بتاعتنا ونحط التاتشات بتاعنا، فجينا الريف نعمل حلقات لذيذه جدا ان شاء الله تعجبكم، تبقى مختلفه وبطعم كده حلو وبلدي وطعم بلدنا الجميل. هقول لكم على الوصفتين اللي معانا النهارده. هنعمل ملوخيه بالارانب وهنعمل الكوارع شوربه لذيذه جدا. نطلع فاصل ونبدا مع بعض. رجعنا لكم، نبدأ مع بعض بأول وصفة معانا وهي الملوخية بالأرانب. هقول لكم سريعا برضو إيه هي المكونات بتاعتنا. معانا الملوخية، بصل، جزر، كرفس، الأرانب هنقطعها أو عايزينها على بعضها برضو مفيش مشكلة، عندنا الزبدة، عندنا هنا الحبهان، وعشان نعمل بقى التقلية التوم والكزبرة، ومعانا ورق اللورة. أول حاجة هعملها هنزل الأرانب علشان تتسلق، وهنحط معاها الحبهان، وهنحط معاها الجزر، وهنحط البصل. الشوربة تبقى حلوة جدا، عايزينها طعمها جميل، والملح والفلفل طبعا اهو كده، وبعدين ورق اللورة، وايه وهنسيبها تاخد السلقه بتاعتها. ايوه كده اوكي. وبعدين هنجيب بقى الملوخيه وهننزلها في الميه علشان اهي دي الشوربه اهي، تسيح، هتدوب بقى فيها، وايه ونبدا في التقليه. اول لما معانا الشوربه تتعمل، الارانب هنغسلها كويس جدا بالدقيق والليمون، هي اصلا بتبقى نظيفه جدا، بس برضو لما نديها غسله بتبقى حلوه قوي. وهنعمل مع بعض برضو الملوخيه، الطشه بقى بتاعتها نديها في الزبده كده مع الكزبره والثوم، هتطلع حلوه جدا وهتعجبكم. اول لما تتسلق هنصفيها على طول، وبعدين نبدا بقى ان احنا ندهنها بالزبده ونحط معاها شويه ملح وفلفل، ونديها برضو رشه ثوم كده، وندخلها الفرن تاخد تحميرة حلوة، ولما تتحط مع الملوخية هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنا الملوخية معانا، حلوة جدا تمام. طبعا الريف بيبقى من الأماكن الجميلة جدا اللي الأكل فيه بيطلع طعمه مميز، طعم حلو جدا وبطعم بلدنا الأصلي بقى الحلو. وعشان كده احنا قررنا يعني ان احنا نيجي معاكم في بيت المتواضع في الريف علشان نعمل مع بعض أكلة لذيذة، ونعمل روح العيد الحلوة اللي بيبقى كلها بهجة والزينة وكده، بتطلع حلوة قوي قوي، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب تعجبكم دايما. تعالوا بقى إيه نحط مع بعض في الشوربة بقى الملح، ونحط الفلفل أهو، نقلب بقى، هنسيبها بقى تتسلق وهنعمل زي ما اتفقنا. يلا تعالوا بقى كده، احنا هنا الارانب اتسلقت، وهنحط معاها الزبده اهو، وايه ونحط بقى معاها شويه من الثوم هنا كده تمام، وهنديها بقى ايوه رشة الملح، رشة الفلفل، وندخلها الفرن بقى اهو اوكي. يلا تعالوا بقى ايه نبدا نعمل التقليه بتاعتنا، هنعملها حلوه. هنحط كده وندي كده، وهنقوم
عاملين التومه وندي الكزبره ونقلب التقليبه الحلوه اهو كده 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 كده. واهم حاجه ايه هي؟ الشهقه يا جماعه، اهم حاجه في الملوخيه بقى. هنظبط ايه الملح بتاعها. هي بتبقى طبعا معموله بالمرقه، عندكم مرقه الفراخ، مرقه الارانب احنا عاملينها النهارده. فايه اهو اهو، نقلبها كويس كده مع بعض. وايه مش عايزينها تفور، نديها بقى الملح والفلفل الحلو والفلفل، ونديها في الطاجن. يلا يلا بينا نجيبها معانا. يلا بينا. اوكي كده هنقلب تقليبه كده حلوه. تمام كده عندنا طاجن الملوخيه جاهز. ونجيب الارانب بقى نحطها هنا. ناخد، بصوا بقى كده ساحت وايه اتحمرت معانا والريحه جميله والفرن مولع. يلا نبدا بقى في الراس. جميله وهي بصوا متحمره كده وحلوه اهي وسخنه كده. معانا خلصنا اول وصفه، معانا الارانب بالملوخيه. تعالوا بقى نطلع فاصل، نبدا في الكوارع ونرجع مع بعض. رجعنا لكم مع الكوارع، عايزين نعملها بقى حلو. عندنا الكوارع، عندنا مستكه، حبهان، ورق لورا، جوز الطيب، الجزر، القرنفل، البصل، الكرفس، والمرقه دي لو حابينها اوكي او لا. اوكي اول حاجه هعملها طبعا الملح والفلفل. اول حاجه هعملها ان انا هسلق الكوارع في ميه اهو. هنسلقها لمده 20 دقيقه ونقوم على طول شايلينها مصفيين وايه وحاطين ميه تانيه. طبعا الكوارع احنا هنكون غسلينها كويس جدا جدا جدا، تتغسل وتتنقع في الليمون وفي الدقيق لمده 10 دقائق. وبعد كده اهو، وبعد كده هنقوم واخدينها ونحطها في الميه تغلي معانا 20 دقيقه، ونقوم يعني 15 ل 20 دقيقه نقوم شايلينها رامين الميه وايه ونرجع تاني على ميه بقى نظيفه، وندي برضو الكوارع شطفه عشان تبقى حلوه. هقول لكم حاجه تانية برضو مهمه، ان الكوارع لازم تبقى متقطعه صغير. هنقول للجزار لان احنا مش عارف نقطعها، فلو جت كبيره هتبقى صعب ان احنا نقطعها، فالجزار هتقولوا له يقطعها لكم صغير. اوكي كده تعالوا بقى نبدا مع بعض. يلا بعد بقى ما ايه ما صفينا وعملنا، نحط بقى المستكه ونحط الحبهان ونحط الكرفس. الكرفس بيدي طعم حلو جدا جدا فيها. وهنحط البصل. شوربة الكوارع بتبقى من الشرب الحلوة جدا جدا جدا. وهنحط الجزر، ورق يلا هنحط بقى هنا ورق اللورة. يبقى كده عملنا ايه؟ كده حطينا المية النظيفة، حطينا جزر، كرفس، بصل مع الحبهان والمستكة، وهنحط جوز الطيب
اهو، والقرنفل حلو جدا، والفلفل هحطه في الاخر علشان ايه، مش عايزين نخلي الشوربه لونها اسود اهو. حلو جدا جدا جدا، عايزين نقلبهم بقى عشان ايه. بصوا بقى كده اهو، وهنسيبها تغلي وتستوي، بتقعد من 4 ساعات 3 ساعات ونص، عايزينها لما نلاقي ان هي بدأت تتشال، الجلده بتتشال او اللحم بيتشال من العظم، ساعتها نعرف ان هي بدأت في السوى. ولما تبقى مستويه حلوه قوي هنقوم شايلينها، ولما نشيلها هنحطها بقى، ممكن يا اما نعملها مع الشوربه وتتقدم، ممكن نحطها في طاجن وندخلها الفرن تطلع برضو حلوه جدا. بس احنا نعمل بقى ايه، شوربه الكوارع الحلوه المفيده جدا للمفاصل والعظم، حلوه جدا جدا. تعالوا بقى هنديها بقى كده، بتعمل للشوربه طعم حلو جدا، بس في الاخر علشان الطعم يبقى فريش معاها ويبقى حلو. وبعدين هندي بقى هنا الاخضر، بيطلع حلو جدا دايما في الاطباق اهو، وهنا مفيش اكتر من الايه، من الخضره. تمام كده بقى، عملنا مع بعض اكله جميله جدا في مناسبه حلوه قوي قوي، نجمع بيها الاسره كلها وكل الاحبه. عملنا مع بعض شوربه الكوارع، عملنا طاجن الملوخيه بالارانب. اتمنى تكون وصفه جميله عجبتكم، جربوها وقولوا لي رايكم، وكل سنه وانتم طيبين.